هعمل معاك فيديو عشان انت زملكاوي. انت هتكلمنا عن انا زملكاوي اصيل مش زملكاوي بس اصلا فصيل ماشي. ايوه اكلمك فيه عن الزمالك. طبعا انت شايف التغيرات. يعني انا هقول لك حاجه، انا ايمن يونس ما بحبش ان هو يتكلم باسم الزمالك، تحس ان كلامه فلسفي الامور قوي. لا 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 لا، شفت الحنين ده؟ شفت الحنين؟ الحنين ده تخاف منه يا عمي. حنيه ايه؟ في انت راجل شاعر، في قول عظيم جدا لولد يورانت بيقول لك ايه؟ لا يمكن افساد اي حضاره من الخارج، لابد افسادها من الداخل. البيت في بيت الزمالك من الداخل بايظ اصلا، ما عارفينش احنا راسنا من رجلينا. احنا كزملكاويه والله العظيم انا ما عارف راسي من رجلي. في الكوره نفسها او الفريق ده ايه قوامه؟ لعيبه واداره وجماهير. اما عن الجماهير فاحنا صرنا نصلي اوفياء زي ما انت فاهم، انت زملكاوي برضه. اما عن الكوره اوفياء ولا اغبياء؟ والله انا خايف نوصل لمرحله سنظل الاغبياء دي. احنا في مرحله اغبياء. لا 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 لا، مش اغبياء في تشجيعنا للنادي. لا احنا اغبياء فعلا، فهمنا اللي حاصل. يعني انت دلوقتي انت مدرب متصدر الدوري. ايوه فهمهاني ده. انا ماشي ليه ومعاكش لا وروح جبت مين؟ جبت واحد اساسا سابك وقت ما انت كنت مزنوق. ما انا ما فهمهاش دي. خلاص العالم كله واقف على كارترون. مين كارترون ده يا عم؟ طيب انا بالنسبه لكارترون فهي الموضوع بالنسبه له توفيق وعدم توفيق. طب يعني باتشيكو برضه توفيق وعدم توفيق؟ لا لا لا، باتشيكو كان ماشي، عدم توفيق خلى نتائج باتشيكو يعني متاثره. يعني التعادل مع مولوديه الجزائر هنا الزمالك لعب في ماتش حلو ماشي، كان في كوره ماشي، بس اللعيبه ايه ما عندهاش بقى، عندها تحرك لا ارادي. في عمليه مسالك جوليه. انا اسمع عن التبول لا ارادي. التحرك اللا ارادي ده انا مش فاهمه بصراحه. فعلا في تحرك لا ارادي بس خلاص. الزمالك بص اقول لك حاجه، الزمالك ده فريق التناقضات. فريق يلعب مباراه اوروبيه بحته، وفريق يلعب ان اللي حصل الكره يشوتها. ما فهمش يا جماعه. انا عايز اعرفكم مين معايا دلوقتي. معايا جمال حاتم طبعا، النجع بيرن دلوقتي. اه بيرن دلوقتي، شوف بس المفارقات يعني. لا لا سيبك منه بالرنه بتاعته، ما يهمش بعدين. معانا جمال حاتم، يعني هو شاعر وفيلسوف شويه وبعض الدور حاجات تانية. لا ما تضحكش، زملكاوي على طول. وزملكاوي على طول مش نص الليل. لا 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 لا، انا زملكاوي على طول. هو زملكاوي. طب صدق بالله اكرم. لا لا لا، انا مخلوق اشجع الزمالك. لا احنا يعني انا طلعت كده ونعمل يعني ما نعمل بالله، يعني انا طلعت كده عرفت ان انا ايه، ان انا مشجع الزمالك. لا اهو مواد التشجيع وحب النادي ده 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 انتماء. احنا ما نقدرش ننكر. كان في واحد بيقول لي ايه مثلا، بيقول لي ايه، بيقول لي انا عندي نصيحه. بيقول لي ايه، الاهلاوي ماله يشجع الاهلي ما ضروري يشجع الاهلي، والزملكاوي يشجع الزمالك. بسم الله ما شاء الله. والاسماعيلاوي يشجع الاسماعيلي. لا عندنا اللي قلتها بقى، قلت له الاسماعيلاوي يشجع الاسماعيلي. ايه المفارقات دي يا اكرم؟ لا عبقري الراجل، جابني من الاخر، قال لي انا اجيب لك الحل. وبعدين توهني في الحل ده. انا بس عندك واحد، الاهلاوي يشجع الاهلي، الاسماعيلاوي يشجع الاسماعيلي، انما اللي فاهم كوره يشجع الزمالك. شوف عشان انت زملكاوي. ما اعتبر عشان انا زملكاوي بس، انا اللي فاهم كوره يشجع الزمالك. لا احنا مع احترامي لكل طبعا الفرق وكل ده كلام جميل جدا. تمام. انا باخد بمقوله البير كامو الفيلسوف الجزائري الفرنسي الكبير. مين عارف البير كامو يا عم الحاج ده؟ ده فيلسوف جزائري وفرنسي كبير جدا وليه قيمه، واخد جائزه نوبل عامه في الادب. بيسالوه انت بتحب، انت بتدافع ليه عن الجزائر؟ قال لهم انا اتولدت في الجزائر. نوبل مش موبل، نوبل اللي مش هي موبل. ده زيت وده زيت تاني خالص. بس عشان في ناس قال لهم انا بحب فرنسا بس بحب امي اكتر. انا بحب الكره الحلوه بس بحب الزمالك. انت كان فاكر في جيل في الزمالك، جيل قديم حمد عبد اللطيف، يعني الاسماء الثقيله دي يعني من اللعيبه اللي اتظلم حقها. يعني ايه ظلام على فكره؟ ما كانش في ميديا. في ناس بتعاتب على الاعلام الزملكاوي، زي مثلا طارق يحيى بيطلع ليه حاجات كده. يا اخي طارق يحيى اساسا هو الوحيد اللي مش عارف يجيب العلاقه ما بين طز وشكرا. طارق يحيى بيسال اسئله والله ما ليها علاقه باي حاجه. لا لا. مع احترامي طارق يحيى انسان طيب. بس فعلا يعني مش عارف مين كان قاعد معاه بيقول له والله انا مخلف بنت مش عارف اسمها ايه. قال له دي بنت. طب يا عمي ما هو قال لك بنت واسمها ايه؟ دي بنت ازاي؟ وفي واحد تاني كان بيساله بيقول له انت، بيقول له انا متجوز بقى لي 3 شهور. قال له معاك عيال؟ طب ازاي؟ يعني مش فاهم. الناس بتبيض الايام دي ولا ايه؟ لا المهم يعني طب انظر يحيى طيب، ما تاخدش على ضهر يحيى. طيب خلاص خلينا فنيا يعني، انت الزمالك بكميه النجوم دي. سؤال بيطرح نفسه بالله عليك. مش احسن شهاده الزملكاوي؟ مش 3 افريقيا كمدرب؟ جوهري ده مش زملكاوي؟ جوهري لا ولا زملكاوي كمان. جوهري كان بيلعب فين؟ كان بيلعب فين؟ ها؟ كان بيلعب فين؟ ها؟ الاهلي ولا الزمالك؟ متأكد؟ أو متأكد إنه بعدين درب الزمالك. درب الزمالك؟ ممكن. درب الزمالك فترة طويلة. ماشي. فأنا هنا بتكلم إن إحنا مميزين على مستوى التدريب، مميزين على مستوى اللعب. أقول إمتى الكلام؟
ما انت عندك ايهاب جلال. ايهاب استنى ايهاب جلال كمدرب اسماعيلاوي ماشي، انا اعتقد ان ايهاب جلال هيعمل شغل ان شاء الله مع الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله. يعني الاسماعيلي ممكن ياخد 13 ل 14 بلاش التنمر ده. مش تطمن يا ابني، واحد في المركز الاخير ولا قبل الاخير؟ قبل الاخير بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، لما ياخد ال 13 ولا 14 يبقى انجاز يا اخي. بس بالراحه الاسماعيلي برضه فريق كبير، يعني ان شاء الله خير ربنا ينفخ في صورته. لا انا كلنا زعلانين ومستائين من موقف الاسماعيلي دلوقتي. انت بتتكلم عن فريق اساسا ضلع تالت جماهيري جماهيري. لا سيبك بقى، ضلع تالت ده بقى مكسور بعد ما بتوع هم ضلعين. وبعدين يا اخي انت دلوقتي لما تتصور ان مثلا ايه يفضل في الدوري، في الدوري الاهلي والزمالك، هيحفلوا على مين؟ على انبي؟ هيحفلوا على مين؟ حرس الحدود؟ على الترسانة مش موجودة. ما مش موجودة الترسانة ولا غزل المحلة؟ لا طيب غزل المحلة فريق جماهير؟ اي طب لكن احنا عايزين عودة الكورة الجماهيرية. تعرف انت بتتكلم بجد؟ احنا عايزين عودة الكورة عامة. لا كورة يا ابني جماهيرية جماهيرية. انا دلوقتي اندية مالهاش جمهور، ايه اللي مدخلها الدوري؟ ايه اللي مدخلها الدوري ازاي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا عم؟ فريق مش جماهيري. طب احنا عندنا خمس ست انديه جماهيريه هنلعب بيهم الدوري. طب الكوره اساسها ايه؟ دي اساسها الجمهور بالنسبه لك. طب خلاص، طب انت دلوقتي لما بتلاعب فرق شركات، مع احترامي للشركات، يعني انت مثلا شركه تنتمي لمحافظه كذا تسمي الفريق الشركه عشان المحافظه او المنطقه تشجع الفريق. لكن انا اللي هيفيد ده بيراميدز نفسها. ايه تابع لمين؟ ايه اللي تابع ان انا اشجع بيراميدز؟ لا يعني المفترض محافظه ايه؟ انت هتشجع بيراميدز؟ لا مش هشجع بيراميدز طبعا. هشجع بيراميدز ليه؟ ممكن لو خدنا فلوس تشجع بيراميدز. ولو اداني فلوس مش هشجعه برضه، مع احترامي. لا طب لو 2000 دولار؟ لا. والله لو 100,000 دولار، لو مليون دولار بدون اي مبالغه. طب انا زيك عامل بهيئه بس لو 50 دولار هشجع. نعم ده كلام برضه. بس دي الدنيا دي بتبقى. انا ليه بيراميدز؟ انا مع احترامي بيراميدز ده فريق حلو وبيشتغل وكل حاجه وتمام، بس الزمالك لا بديل عن الزمالك. طيب عشان الزمالك فريق جماهير والاهلي فريق جماهير. عشان لا لا عشان الزمالك انت تشجيعه شرف اصلا. يا عم ده مش استندات بنقولها. كل واحد يا عم مع احترامي للناس كلها، الناس كلها هزينه، بس الزمالك احسن فريق في الدنيا. انا حر يا اخي. ايوه طب انا حر انا بس انا ما بقولكش. انا ما اقصدش حد يقفل على حريه الاخر. ما اقصدش حد، كل الفرق زينه بس الزمالك احسن فريق في الدنيا. ده يزعل فيه. طيب خلاص. طب وضع الزمالك ممكن ياخد الدوري بالشكل ده؟ الدوري؟ ياخده. ما ياخدوش دوري ليه؟ انا بقى تعبت من التشكي من العداله التحكيميه والتشكي من العداله الكذا و التشكي ده يتعب تقريبا. محمد علي اللي بيخبط. التشكي ده يتعب. انا دلوقتي مش عارف اعمل معاك يا عم. استنى. طب تعالى عشان تكمل معايا الفيديو. هو دلوقتي خرج الموضوع ده كله مع احترام لكل الفرق. الدوري المصري حقيقته يبقى دوري جماهيري، تحس ان هو دوري جماهيري زي الدوري العادي. هنا سؤال بس. سؤال. اتفضل. سؤال. انا ليه بتكلم هنا اهو عن الزمالك؟ وياخد الدوري. ياخد الدوري ليه؟ ما ياخدش الدوري بمنتهى البساطه. ياخد الدوري، اديني عداله تحكيميه واديني واديني واديني. بلاش الحكه ده كله، ما تسيب الناس تلعب كوره في ارض الملعب. كوره بس يا عم، كوره فقط لا غير. هي قوانين كره القدم دي مش اتطورت من ايام ما اخترعوها الانجليز لحد دلوقتي. ده كره القدم اول ما لعبوها في الاول كان فيها ضرب وتكسير حقيقي، كان تمسك اكرم كده وتهبده في الارض وتاخد منه الكوره. اتطورت القوانين دي لحد ما جاء عندنا الفار المصري. المصري مش الفار العالمي. طلع برضه في سلسله ما حسمش ورا فلان وقطط. فرام اهو خلاص بس. يلا نختمها بال يلا سلام عليكم.